كيف حالكم أصدقاء متابعي قناة استثمر عقلك؟ بالفيديو رح نشرح المحفظة الشهيرة محفظة تراس وليت من الصفر لحتى تقدر تشتري أنت من المنصات اللامركزية منصة بانك اكسواب. لازم يكون عندك محفظة تراس وليت، من المهم جدا إذا أنت متداول. رح نحكي بهالفيديو ليش امتلاك محفظة تراس وليت أمر مهم جدا. إذا ما أنت مشترك بالقناة صديقي، بتمنى منك تشترك، فعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. خلينا ننتقل للفيديو. اولا اصدقاء، محفظة تراس وليت هي محفظة لا مركزية. الامر الرائع بالمحفظات اللامركزية انه هن ما رح يطلبوا منك توثيق، ما رح يطلبوا منك بيانات ابدا. كل المطلوب منك انه هن رح يعطوك عبارات استرداد، رح يعطوك هن 12 كلمة. هال 12 كلمة رح تحفظها عندك. بمجرد انت ما تحفظ هال 12 كلمة عندك، تكتبهم بورقة، انت هيك تقدر تدخل لمحفظتك من اي مكان بالعالم. حتى لو الجوال الخاص فيك عملت له سوفت وير او حذفت انت المحفظة لاي سبب من الاسباب، عندك 12 كلمة. بمجرد ما ترجع تنزل المحفظة وتدخل 12 كلمة، عملاتك نفسهم راح يرجعوا لك. ليش بنصح انا بمحفظة لا مركزية؟ دائما على المنصات بتطلب توثيق وبتطلب اثباتات، واحيانا حتى لو تكون موثق حسابك بيصير مشاكل وبيسكروا لك حسابك. مشان هيك انا دائما بوزع من رأس مالي، دائما بوزعه على محفظات مركزية وعلى محافظ لا مركزية. ايضا لما بدي شارك باكتتابات، نعرف نحن كلنا انه العملة اول ما تنطلق على موقع بانك اكسواب، المنصة التداول اللامركزية. البانك اكسواب انت لحتى تشتري لازم يكون عندك محفظة اما تراس وليت او محفظة ميتا ماسك. لازم يكون فيها رصيد بي ام بي اذا انت عم تشتري على شبكة باينانس سمارت تشين، يعني بتحط فيها بي ام بي وبتدخل على المنصة التداول اللامركزية بانك اكسواب وبتشتري العملة يلي بتكون نازلة جديد. هون انت فرصتك لما تكون العملة نازلة جديد ولما يكون ماركت كاب منخفض، بعدها لما تنطلق بالمرحلة اللي بعدها على المنصات المركزية، انت هون بتكون مشتريها بسعر منخفض وبتعمل معك ارباح حلوة. افضل انت ما تستناها لحتى تنزل على المنصات المركزية وتشتريها بسعر اعلى. هي فائدة الشراء من بانك اكسواب، المنصة اللامركزية. اخر عملة دخلناها على بانك اكسواب كانت ارباحنا فيها رائعة جدا، اكثر من 30 اكس عملنا بالعملة، ومع العلم هي ما نازلة العملة على اي منصة مركزية، كان شراءنا بس على منصة لا مركزية على بانك اكسواب. اشتريناها على بانك اكسواب، بعناها على بانك اكسواب، بعدها اخذنا القيمة يلي بعناها فيها على محفظتنا تراس وليت. بدون ما نطول بالفيديو خلينا ننتقل للشرح. بعد ما تثبت التراس وليت رح تضغط عليها، هون رح يقلك بدك تعمل محفظة جديدة ولا بدك تدخل 12 كلمة عبارات الاسترداد يلي حكينا عنهم. انت هون رح تعمل له انشاء محفظة جديدة، لنفترض انه ما عندك محفظة ابدا. هون رح يقول لك شروط الخدمة، رح تقول له موافق. هون عم بيقول لك انه لازم انت تنسخ عبارات الاسترداد، العبارات يلي رح نعطيك اياها هي مفتاح خزنتك يلي رح تحط فيها عملاتك الرقمية. طبعا عبارات الاسترداد ما لازم تعطيها لاي حدا، بمجرد حصوله على عبارات الاسترداد سرق لك كل محفظتك. انا رح اقول له اني قرأت هالامور هاي وراح اعطيه استمرار. هدول هن عبارات الاسترداد يلي عليك انت تجيب ورقة وقلم وتسجلهم، تمام؟ لنفترض اني انا سجلتهم عبارات الاسترداد، بعدها رح احط له استمرار. بلاحظ اصدقاء، بعد ما سجلت انا عبارات الاسترداد طلب مني اني رتب عبارات الاسترداد، رتبتهم انا وتأكد هو اني انا احتفظت بعبارات الاسترداد، بحط له تم. هيك انا صار عندي محفظة لا مركزية، محفظة بقدر بخزن فيها انا كل العملات يلي معي. حاليا عندي عملة البي ام بي، اذا بدي انا خزن عملة البي ام بي، بدي احول من باينانس عملة البي ام بي للمحفظة، راح ادخل على البي ام بي وراح احط له تلقي. بتأكد انا هون من اسم الشبكة، هو كاتب لي هون باينانس سمارت تشين بي ام بي. باينانس سمارت تشين بي ام بي يعني شبكة بيب 20، لازم تتذكر هالنقطة منيح. راح تدخل انت على هالعلامة يلي فوق، تضيف اي عملة انت بدك تستقبلها. لنفرض مثال، انا بدي ارسل انا اكس ار بي مثلا من محفظتي، محفظة باينانس مثلا، لتراس وليت. راح اضيف هون انا الاكس ار بي، راح ارجع للخلف بشوف انا ظهر الاكس ار بي عندي هون، بدخل لهون بحط له تلقي. التلقي هون تمام، راح ارسل على هالعنوان، اما بحط قراءة عن طريق الكاميرا او باخذ هالعنوان هذا وبرسله لمنصة باينانس لحتى انا ارسل العملات. من المهم جدا تتأكد من الشبكة اللي عم تحول عليها. خليني اعطيكم مثال، عندنا عملة اليو اس دي تي مثلا،
عملة اليو اس دي تي، اذا بدي احول انا على تراس وولت عملة اليو اس دي تي. بلاحظ انا عندي يو اس دي تي اي ار سي 20 شبكة الايثيريوم، عندي يو اس دي تي تي ار سي 20 شبكة الالترون، عندي انا اذا بنزل لتحت عندي يو اس دي تي بيب 20 شبكة باينانس سمارت تشين. هاي هي بيب 20، اذا علمت عليها هيك انا لما بدي ابعت منصة باينانس يو اس دي تي راح اختار شبكة باينانس سمارت تشين بيب 20. اما اذا بدي ابعت على شبكة التي ار سي 20 الشبكة المستخدمة بشكل كبير جدا راح اضيف هاي تي ار سي 20. اذا كانوا عندك هون انت وخربطت باسمهم تقدر تدخل على اي وحدة وتحط تلقي، راح يقول لك هون ارسل فقط يو اس دي تي تي ار سي 20، راح يقول لك هون اسم الشبكة. اذا انت ضفتهم ونسيت شو هي الشبكة يلي ضفت العملة راح تلاقي هون عند تلقي راح تلاقي اسم الشبكة. هلا هون انت عندك محفظة تراس وولت، لنفرض مثال انك انت بدك تشتري موقع بنك سواب، راح تدخل لهوني على المتصفح الخاص بالمحفظة، راح تشوف انت بقسم الديفاي راح تشوف البنك سواب موجود، راح نضغط عليه بهالشكل هذا، راح ياخذنا لموقع البنك سواب. هذا الموقع عبارة عن منصة لا مركزية، اكبر منصة لا مركزية، راح يأكد لي هوني هل تريد الاتصال ببنك سواب، راح احط له اتصال. هيك انا عملت اتصال لمحفظتي بنك سواب. طبعا تأكد انه في عمليات نصب كبيرة جدا، اذا دخلت انت على موقع ما بتعرفه ممكن يعمل لك اتصال بمحفظتك ويبعث لك اشعار لما بتوافق عليه ممكن يسحب لك كل شيء بمحفظتك. ما تدخل الا على المواقع الموثوقة وما تعطي تأكيد اتصال الا للمواقع الموثوقة، للعلم انه ما فينه يسرقك الا اذا ما انت اكدت له الاتصال. انا هيك اكدت له الاتصال، هونك حتى كاتب لي التحذير فوق انه تاكد ما تعطي موافقه على الارتباط الا لهالعنوان هذا bankswap.finance. حاليا انا راح اختار العمله اللي بدي اشتريها، انا راح ادفع بالبي ام بي، بالتالي المربع الفوق لازم يكون حاطط انا بي ام بي. المربع الثاني راح اشتري العمله، مثلا فلان او شخص حكى عن عمله، دخلت انا شفت مشروع عجبني مشروعه، يلي علي انا جيب عقد العمله. عقد العملة اللي عم بيحكي عليها هو سواء بموقع سواء بالتليجرام بالتويتر من اي مكان انت بتعرف تجيب عقد العملة وراح تضيفها انت هون. بعد ما تضيف عقد العملة هون راح يظهر عندك انت الحبة بي ام بي يلي راح تدفعها، كم قطعة راح يعطيك من العملة يلي عجبك مشروع انت وحابب تشتريها من بنك سواب. بعد ما تشتريها من بنك سواب راح ترجع هون انت على الصفحة الرئيسية، ما راح تشوف العملة يلي اشتريتها، لازم تضيف العملة بشكل يدوي. نفس عنوان العقد يلي اخذته على البنك سواب لازم تجيبه لهون، بتنزل لاخر خانه في عندك اضافه رمز مخصص. العمله انت بتكون مشتريها لكن مو ظاهره عندك، راح تدخل على اضافه رمز مخصص، راح تحط هون الشبكه يلي اشتريتها. انت اذا اشتريت من بنك سواب، بنك سواب ما بيدعم الا شبكه باينانس سمارت تشين، راح تدخل هون على باينانس سمارت تشين، بعدها راح تحط عنوان العقد العمله يلي اشتريتها وراح تحط له تم. راح ترجع للخلف راح تشوف انت عنوان العقد يلي ضفته انت، راح يظهر هون العملة يلي اشتريتها انت، اشتريت مثلا 1000 قطعة من اي عملة مثلا، تمام، ومو ظاهرة عندك بالمحفظة، بتروح بتجيب عنوان عقدها، بتجي لهون اضافة رمز مخصص وهيك بتنضاف العملة عندك. او انت حابب تضيف اي عملة مثلا، اي عملة مثلا بدك تراقب سعرها، بدك تشوفها، بدك انت ترسل عملات تستقبل عملات، تقدر انت تجيب عقدة بكل بساطة وتحط اضافة رمز مخصص وهيك بتنضاف عندك. طريقة الشراء من بنك سواب سهل جدا، بتدخل على هالخانة بتعمل اتصال بمحفظتك، اذا كان في خطأ بالاتصال ممكن تعمل مسح بيانات للتراس وولت وترجع تنزلها، لكن تأكد انك حافظ عندك ال 12 كلمة يلي بيعطيك اياها. هيك وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى ينال اعجابكم، الى اللقاء.